ريفيو على القرموط، قصدي اسمه ايه ده، ايا كان، قصدي بروتوتايب اتش 24. اللون ده تقريبا جاي معانا في دبل، المفروض يبقى يكون في باك بتاع توتو سيتي مع بون سبيدر، بس احنا جبناهم الاثنين كده دبل. اللي هنا ده اتعجب دي تراب 5، واللون ده بيفكرني بالديزاين ده نفسه بيفكرني بتاع بلو سبيدر. اللي صمم دوت ده اول لون ليه نزل كان بالجولف، يعني مش جولف اللي هي لعبة الجولف، لا جولف اللي هي شركة، اول اربع طلقات اول اربع طلقات اه صح، ومتصمم من فريزر كامبل، مش عارف اذا كان فريزر كامبل صمم ايه تاني سؤال، هو ليه اول لون تاني ليه من غير جولف كان مستني مودلز ليه؟ وايه يعني، وايه يعني عادي. على فكرة، على فكرة ده مش اخر لون، ده اخيرا طلع ليه لسه في امل، في لون ليه تاني برضه اسم مات في الفايف باك بتاع التراك بيلدر، واحد من التوب ويش ليست اللي احنا هندور عليها بعدين. ودلوقتي اصح، هو في حمام السباحة؟